طايف ده هوملز وادي ديفيد لويز نفس الحركات. وده ووكر لاعب توتنهام ده قدام ليفربول لما طلع البتاع. وده فرينزي لاعب ايطاليا لما انقذ الكره قدام المانيا. وده البرازيل لما عندها نيمار. ده توني كروس ده طبعا زي هدفه بالظبط في كاس العالم. وده يمز رودريجز بتاع كولومبيا نفس الحركات. وده نفس حركه سانشو بتاع انجلترا. وادي جو فيليكس بصراحه الولد ده بيقلد اللعيبه ما شاء الله يعني. وادي مبابي عيني نفس الحركه. ده بيقول لك ازاي اللعيبه العاديه بتدافع يا عيني.